المفاوضات صارت منذ مدة، كانت في اتصالات جانبية في الفصل الصيف، وسنة الفارطة نفس الشيء. مكتب المكتوب في الفترة هذه باش يكون موجود على رأس الإدارة الفنية للرجاء الرياضي. قبل ما نحب نحكي على المشروع اللي نتكلم عليه بكل دقة السيد الرئيس، نحب نتكلم في كلمة حق في السيد فوزي بن زرتي. فوزي بن زرتي قام من القامات تونسيا ودوليا، نجح باش يمثل المدرسة التونسية أحسن تمثيل، وهذا اللي خلى اللي فتح الباب لعدة كفاءات أخرين تونسية باش يدخلوا للدور المغربي. اليوم الرجاء جدد الثقة في المدرسة التونسية، خاطر كان كما قلت سي فوزي بن زرتي نجح في المهمة هذه وفتح المجال لكفاءات أخرى كما الأسعد الشابي، كما العجلاني، كما العديد من المدربين التوانسة اللي كانوا أحسن سفير للكرة التونسية. كلمة نحب نقولها في شخصه اللي عمل كل ما بوسعه باش خلى الرجاء موجود عالميا ووطنيا. بالنسبة لإمضاء العقد اليوم صار بعد 3-4 أيام من متابعة كل جزئيات اللي موجودة في الفريق، تابعت كما يلزم 3 مقابلات الفرطة، شفت نقاط القوة، شفت العديد من النقاط الإيجابية، شفت القيمة متاع كل لاعب موجود، وعددنا العدة كما يلزم باش إن شاء الله تكون البداية متاعنا ناجحة ويرجع الفريق الرجاء للسكة، سكة الانتصارات، وإن شاء الله يحقق الألقاب ويلعب على الألقاب لكل السنة هذه. سانسيرمون في البداية متاعي ما فماش نادي خذيته وكان في وضعية سهلة ولا في وضعية مريحة، سواء الأندية التونسية ولا أندية خارج الحدود ولا حتى المنتخبات. لكن الحمد لله وين غادرت لأي نادي وأي مكان، فنيا اللاعب على المستوى الفردي تحسن المردود متاعه، جماعيا الفريق تحسن، القيمة التسويقية متاع اللاعبين ارتفعت. أي نادي دربته إلا وكان فيه العديد من اللاعبين يمشيوا للمنتخب وهذا هام. وأكثر نقطة اللي في التجارب اللي تعديت بها، كنت ديما ندخل لاعبين أبناء النادي 19 و20 سنة، نفتح لهم الفرصة باش يكون عندهم شأن في المستقبل والقيمة التسويقية لهم هما وللنادي تكون قيمة كبيرة ياسر. هذا حاجات دي فالور أمن بهم والحاجات الحمد لله نجحت فيهم. عملت تقريبا أكثر من 70 مقابلة إفريقيا في إفريقيا على مستوى الشامبيونز ليج ولا على مستوى الكاف ولا مع المنتخبات، تقريبا 35 مقابلة مع المنتخب التونسي، 70% من المقابلات اللي لعبت مع المنتخب التونسي كانت انتصارات، وهذا أحسن معدل تحقق في تاريخ الكرة التونسية. توت سويت ليكيب رياجي، تعمل رياكسيون كبيرة، ديني دان جران كلوب. مشروع الرجاء مشروع طموح، تصير في بعض النوادي في بعض الفترات تمر بفترات صعيبة، فترات ما فيهاش دي ريزولتا، لكن إذا باش ترجع للسكة الصحيحة أكيد تظافر الناس كل. الرجاء عنده جمهور عالمي استثنائي، الرجاء عنده رجال كبار وراه تخدمه، الرجاء عنده دي ديبارتمون تخدمه ليل نهار باش تخليه في مستوى عالي جدا. إن شاء الله الكل الأطر هذيك اللي موجودين في المؤسسة تعطي اون فالور أجوتي للليكيب، كل واحد يخدم خدمته 100%، وأنا متأكد أن الرجاء باش يرجع لسكة الانتصارات، باش يرجع إن شاء الله باش يتألق وطنيا وان شاء الله افريقيا، وان شاء الله نرجعوا نحصدوا الالقاب باش نلعب على الالقاب الكل. فريق كبير كما الرجاء هذا تخلق باش يلعب على الالقاب، وان شاء الله ننجحوا في المهمه نتاعنا. شكرا السيد المدير. الاخير هذه الشيء ناكده هو القيمه الفنيه نتاع اللاعبين محترمه، فما لا كاليتي، فما دي جوور طالونتيو، فما دي جوور دوي في لي كومبارتيمون الكل، او نيفو دو لين ديفونسيف الميليو تيران او نيفو دو لاتاك. سي فري في توسكي اوتوماتيزم، توسكي كوميسيون، سورتو وقت عملنا اللعب ولا وقت افتك الكره ناقص جدا، وهذا طبيعي في بدايه الموسم، طبيعي لانه فما 12 لاعب جاوا جدد للفريق. عندي تصور باش نحاول نحطوه دي دو مان اون بلاس بالعمل مع
مع المساعدين مع بقيه اللي طرفاني، وان شاء الله بقدره السلام عليهم نطراو ان بروجي دو جو ديني دان غران كلوب، طريقه لعب تليق بتاريخ الرجاء، طريقه لعب فيها برشا كاركتير، برشا اغريسيفيتي، برشا اسبريت غانيور. نمشيو لاي ميدان باش نفرضوا الاسلوب تاعنا، نمشيو لاي ميدان باش نفوزوا على الناس الكل. هدف المخاخ، لكن هذا كلام يسمو يترجم كي نتجراو نتجراو مع بعضنا، كي نلعبوا نلعبوا بفكره واحده. بالنسبه لي انا نامن في الرجاء لاستاخ سي ليكيب، المجموعه كان فما نجم في المجموعه في الرجاء هو المجموعه هو الفريق. الفريق يتعدى قبل اي اسم واي لاعب. صحيح هذا مقاربه يلزم برشا عمل. الشيء اللي حاب نأكده لك اللي كونه النتائج اذا تكون مش نتائج طيبه، وهذا ما يليقش بالرجاء في الفتره هذه، اذا باش ترجع في سرطان فما ضغط كبير تسلط عليهم خاصه من الناحيه الذهنيه، باش يخدموا برشا على العامل النفسي العامل الذهني، وهذه النقطه اللي باش ترجع الرجاء للسكه الصحيحه نتاعو. مانتنو اللي قلت لك في طريقه اللعب، نمشيو في طريقه نتاع الاستحواذ، في طريقه نفرضوا الاسلوب نتاعنا على المنافس. البوسيسيون تشوفوا اللي كانوا نمشيو في اكثر من 70 المهم حتى 75% على المنافسين، وهذا نصوروا اللي كانوا احسن بروجي جو اللي يليق مع اللاعبين الموجودين ومع تاريخ النادي. اسمح لي انا ندير اي واحد الاضافه، لان السؤال كان واضح الجواب هو السي منذر طلب الاشرطه ديال المقابلات ثلاثه حللهم كاملين مع شي فنيين، ووصل تقريبا لنقاط الخلل فين كاينين، كون واحد الفكره اللي انا ناقشت معاها، وهي اللي كان الموضوع ديال او محور المشروع الرياضي. ها الفرقه، ها الماتشات اللي درنا، واش قاد تلقى الحل لهذا الشيء اللي واقع، ولا ذاك العقم اللي عندنا، ولا ذاك النحس، ولا عكس، ولا عين، ولا واش عندك الحل ديالها؟ قال لك وي. واضح السيد الرئيس عمر اللي كاين الطاقم الفني باش يكون معايا في المرحله الجايه، دونك سي خالد المولي مساعد، هشام بشروان مسؤول على الفريق الاول بالنسبه للتحضير البدني، مجدي اللي كان خدم مع سي فوزي بن زرت يمشي واصل، وليد جباس مدرب لياقه، حسان جمعه ريسبونسابل تحليل اداء وفيزيوناج وكل ما هو فيديوهات سواء كانوا للمنافس والتحليل نتاعهم شكون موجود، حسان البجاوي مدرب حراس. هذا بالنسبه للطاقم الفني، وكما تكلم الرئيس في تعزيز ان شاء الله للجانب الذهني ان شاء الله مازال وقت ويخلط كبريباراتور نتاع الفلوس ليكيب. هذا بالنسبه للستاف. قال لك الطريقه ديالكم بالنسبه للبروجي جو كنت تكلمت عليه، قلت انت الكره التونسيه تعتمد على الجانب البدني، تعتمد على الديوال. صحيح فيه نسبه من اللي قلته صحيح، لكن الكره التونسيه نتكلم خاصه على المنتخب، كان تابعت من 2019 حتى 2022 الاربع سنوات الاخيره اللي كنت تقريبا المدرب نتاع 35 مقابله. الحمد لله كنا نمشي ونلعبوا في شطر الميدان نتاع المنافس، نحاولوا باش الكره تكون عندنا احنا، نحاولوا باش نسترجعوها وقت نخسروها مباشره، احنا اللي نبادروا احنا اللي نلعبوا باش نحاولوا نخلقوا فرص. وانا من الفرق اللي دربتهم كل نحبط الطريقه هذه، نحبط الاسلوب اللي كانوا الكره عند النادي نتاعي. اكيد نكونوا متواصلين في الجانب الدفاعي وخاصه في التحولات، هذه بطبيعه تتماشى مع امكانيات الفريق امكانيات اللاعبين. لكن اهم نقطه بالنسبه لي انا، حتى الكلام باش نقولوا للاعبين، الشيء اللي اكدوا لهم اللي فرديا باش يتطوروا، جماعيا باش يتطوروا، ويلعبوا يد واحده، يلعبوا بيني، يلعبوا سودي، يلعبوا سوليدار، يلعبوا بروح قتاليه، يلعبوا كوم دي غانيور. كي تغسل له يلعب تقول مش قاعد يلعب، قاعد يخاطر، خاطر يحس بالجمهور، يحس بالرجال اللي وراه، يحس بك الناس اللي تعبين عليه. وهو كلاعب لازم يعطي مش 100% 200% ويدخل الزون اوبتيمال دو بيرفورمانس نتاعو. يعني كي تقول له المستوى اللي وصلت له تحس اللي كانوا هذا اقصى ما يمكن يعطي فرديا وجماعيا.
فيه الجانب الذهني باش تخدم عليه، فيه الجانب التكتيكي باش تخدم عليه. ان شاء الله ربي يكرمنا ونحط الافكار هذه اون بلاس بالطبيعه تظفر الناس الكل، وكما قال رئيس اللي كانوا الجمهور هو قوه النادي، وان شاء الله الجمهور منظر كبير اليوم ولا واحد من العائله الكبيره، عائله العالميه نتاع الرجاء. انا اليوم واحد من العائله، واكيد الجمهور باش اذا الفريق باش يرجع لسكه الانتصارات ويرجع للالقاب اكيد باش يكون هو القوه، مش رقم 12 هو رقم واحد، هو اللي باش يعطي القوه للاعبين، هو اللي باش يساندهم في الاوقات الباهيه والاوقات الخطوه الصعيبه. وانا ناكد لك اللي باش يراو فريق اللي قاتل، فريق قاتل، فريق يمشي للاقصى، فريق عنده برشا ثقه في امكانياته وعنده قدره باش يربح الناس كلهم. شكرا سي المدير. رحموني اكاديميه الرجاء، اش معنى الجواب يعني في السؤالين؟ غادي نهضروا على الاكاديميه. طبيعي جدا فريق رجاء فريق عالمي، باش يكون انتظارات الجماهير نتاعو كبيره، لي زوبجيكتيف يكونوا كبار، حتى ماتش امكال تكون فيه ضغوطات باش الفريق ديما ينتصر، وحتى وقت ينتصر يطالبوا بالاداء ويطالبوا بالروح، وهذا طبيعي جدا متعودين عليه، عشناه تقريبا 25 سنه في المهنه نتاعنا. الشيء اللي ناكده لكم مقابله الاولانيه ومن التمرين الاولاني، باش يخدموا كما يلزم، باش نحاولوا توظيف اللاعبين، خاصه توظيف اللاعبين، كل واحد يتحط في وياخذ دور اللي يليق به واللي نجم واللي نجم يبرز فيه. في عمل ذهني كبير باش الفريق يرجع للسكة الصحيحة نتاعو، خاصة تمس الفترة الأخيرة. هذا الجانب الذهني باش يكون عنده قيمة كبيرة ياسر. كي نقولوا الجانب الذهني هي العودة للانتصارات والروح للانتصارات، إذا ما ترجع الثقة، إذا ما ترجع ترميم المعنويات، إذا ما ترجع والثقة في نفسه وثقة في صاحبه وثقة في الفريق نتاعو، هذا لازم يترجم فوق الميدان. يعني الآليات نتاع النجاح باش تشمل الجانب الذهني بنسبة كبيرة ياسر، الجانب التكتيكي ستستخدم بعد الاناليز اللي عملناها والايفاليوسيون اللي عملناها باش نحاولوا نختاروا أحسن تركيبة ممكنة اللي باش تحقق الأهداف إن شاء الله، من العروض على مستوى الأندية حتى على مستوى المنتخبات. في وقت سابق كنت قريب المنتخب العراقي، عندي أسبوعين ملي تحولت للبناء تواصلت مع الجامعة نتاعهم الغادي وقعدت 5 أيام، لأن المنتخب البنيني احتمال كبير باش ينظموا كأس أفريقيا اللي بعد هذه يصير في كوت ديفوار، يتكلموا على بروجي تاع 5 أون، ناقشنا كنت قريب باش نصحح مع المنتخب البنيني. الفريق العربي الكويتي عنده أكثر من 3 أسابيع والانتصارات كيف كيف. الفريق المولدية اللي تقريبا اتفقنا على العديد من النقاط، لكن ثم نقاط أخرى مازلنا ما اتفقناش عليها. الرجاء أي مدرب يجي على الرجاء أكيد باش يدرسوا كيما مليح ويكون فخور اللي في المسيرة نتاعو تعدى بنادي عالمي بالديمونسيون كيما نتاع الرجاء. شرف كبير لأن باش ننتمي للعائلة الكبيرة هذه، للصح الكبير هذايا، نادي أسطورة، وإن شاء الله ربي يكرمنا ونساهموا بجزء في إشعاع النادي هذه ويحقق النتائج اللي تليق به إن شاء الله.